السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. نواصل الرد الثاني على الجزء الأول لعصام حول مسألة واضربهن. وقبل ما نبدأ الرد ونعدي معناتها الفيديو متاعو اللي هو مش طويل ياسر، حبيت أغتنم الفرصة لكي أوجه التحية لمتبعين قناة تعلموا دين ربكم. فما ياسر اتصل بيا وهو ياسر متضمر وياسر يعني متغشش، وقال لي هذه الفيديوهات يعني احنا تجاوزناها على القناة وحكينا في المواضيع هذه، وكيفاش فما أشخاص مازالوا يفكروا بهذه الطريقة ويجدوا في تبريرات لما يسمى العنف والأفكار القديمة جدا اللي موجودة. أنا حبيت نقول لهم هوني حاجة، راهو عصام يتسمى عمل مجهود كبير باش يحاول يعصرن أو يحدث الفكر الإسلامي. صحيح هو مازال متمسك ببعض الأفكار ويعطي تبريرات، ولكن راهو أكثرية المجتمع متاعنا مازال يؤمن بهذه الأفكار ومازال ما بداش يفكر فيها. احنا صحيح في القناة هذه تجاوزنا يعني هذه المرحلة، نحكيو على التربية الجنسية، نحكيو على آخر البحوث العلمية، نحكيو على التاريخ وتاريخ المعتقدات، ونحكيو على حاجات علمية واكتشافات علمية، والعالم أجمع الآن العالم أجمع يحكي في الأمور هذه، بينما احنا الشعوب متاعنا مازلنا نناقش في أمور قديمة أكل عليها الدهر وشرب. مازلنا نفكر هل نضرب المرأة ولا ما نضربش، وكيفاش نضربها، باش يوريك المأساة اللي احنا فيها. خليني ناخذ معناتها تونس كمثل، يعني تونس اللي عندها تاريخ حضارة أكثر من 12000 سنة، معناتها متمسكة معناتها بحاجات توا، معناتها نقصد شعوبنا مازالت متمسكة بحاجات وقعت في جزيرة العرب قبل 1400 سنة، اللي مازال يتغوط وراء النخلة ويشرب بول البعير. وهل يحترم المرأة أو ما يحترمش المرأة، وكيف يتعامل مع المرأة؟ احنا معناتها كشعوب سوى العراق سوى سوريا سوى مصر اللي عندها حضارة كبيرة جدا، او شمال افريقيا اللي المرأة وصلت حاكمة ووصلت ملكة ووصلت محاربة واللي عندها تاريخ طويل، مازلنا نحكيه هل نضرب المرأة بالسواك ولا بالقلم؟ حتى الجزيرة العربية، لو نرجعوا الجزيرة العربية واليمن والمرأة معناتها كيفاش كانت عندها قيمة، حتى المكة حتى المدينة، واحنا مازلنا نناقشوا هاو قال عمر هاو قال بطيخ هاو قال فلان، ومازلنا نتبعوا في حكايات لا تغني من جوع. امشوا شوفوا العالم كيفاش عايش، شوف الناس شنو تبحث. الناس تتكلم على آخر التكنولوجيا، على الخروج من الأرض، على تعمير المريخ، وإحنا مازلنا نبحث في حاجات فارغة. ولكن رغم كل شيء، فهمت؟ رغم كل شيء إحنا ما نجموش نتقدم. لما الشعوب متاعنا تفيق على روحها، راهي هذيك الموجودة في الكتب الصفراء، هذاك التاريخ القديم هو سبب تخلفنا. لازمنا نعرف شكون احنا. يعني في 2017، يعني عندها الحكاية يومين،
احد التونسيات يعني يتعرضوا لها في الكار ويضربوها، معناتها اصدقائها اللي في القسم في المدرسه، ويسبوها ويسبوا لها امها ويقولوا لها يا كافره، وتزيد تهبط من الكار، ويخلطوا عليها ثلاثه عزلكه فهمت، ويهدوها بالقتل ويضربوها معناتها في رقبتها بشيء حاد، وسبوها وقالوا لها انت كافره وانت ملحده وتو نقتلوك. هذوما شباب تاع 17 16 18 سنه، هذا من فين جاء العنف؟ هذا من فين جاء؟ جاء من هذه الكتب، من هذا القرآن وما يحتوي، اللي معناتها آيات تسب الأديان الأخرى وتهين الأطراف الأخرى وتقسم العالم إلى كافر ومسلم. ما دام ما تخلصناش من هذا الشيء، ما دام ما فقعناش الحبة، رانا ماناش باش نتقدموا، ورانا ماشيين ونتأخر. ما دام شبابنا وطاقاتنا توا، معناتها الأخ عصام إنسان مثقف، إنسان معناتها يفكر يعني في عود يتجه لتثقيف فهمت شعوبنا، الأشياء إنسانية إلى ما وصلت إليه الإنسانية، يعدي ساعات يبحث لي في البخاري ويبحث في الكتب الصفراء، هل فلان عمل كذا أو تخلى بساقه اليمين أو تخلى بساقه اليسار؟ ولكن رغم ذلك معناتها ما نقولش ما يعملش هذا، لا بالعكس، عصام يتسمى عمل خطوة كبيرة، لأن فما أشخاص بالآلاف بل نسبة كبيرة من المجتمع متاعنا مازال ما وصلش حتى يفكر أو يشكك. ولهذا فهمت اللي يقوم به عصام، صحيح يمكن اللي مشاهدين القناة متاعي يشوفوا حكاية فارغة وتضيع وقت وحاجات تجاوزناها، ولكن راهو معناتها كم هائل من المجتمع متاعنا مازال غاطس في الجهل والتخلف. إذا ما نحبش نزيد نطول في هذه المقدمة، أما خلينا نرجع لعصام وبقية رده على حسب الجزء الأول من الردود، ونسمعوه شنو قال باش نرجع عليه على حسب أقواله. وشكرا معناتها ليكم على خاطر معناتها تتبعوا وتبارتاجيو ومعناتها وتعطيوني النصيحة باش القناة هذه يعني يمكن تكون على الأقل تزيد حاجة صغيرة ليكم والمجتمع متاعنا اللي نحبوه يخرج من الجهل والتخلف معناتها والأحلام اللي عايش بها. نسمعوا سي عصام شنو يقول. نواصلوا الفكرة متاعنا، احنا وصلنا انه قاعدين نفسروا في الفرق ما بين النساء متاع المجتمع مكة والنساء متاع مجتمع المدينة من ناحية معاملة الرجال لهم. نكمل نقرأ لكم الحديث، الرواية معناها اللي رواها نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، كتاب الطلاق باب الإلاء، رقم الحديث 7832. ايش يقول؟ يقول عمر بن الخطاب: كنا بمكة لا يكلم أحدنا امرأته، إنما هي خادم البيت. معناها الراجل ما يكلمش مرته ويعتبرها يعني خديمة، ذيك هي الحكاية. فإذا كان له حاجة سفع برجلها فقضى حاجته. يعني وقت اللي الراجل يبدا حاجته بمرته باش يعاشرها جنسيا، اش يعمل؟ يدفع برجلها، معناها يشدها من ساقها بالقوي ويجبدها، يعني معامله مهينه برشا زاد. فلما قدمنا المدينه تعلمنا، يعني نساء مكه، تعلمنا من نساء الانصار فجعلنا يكلمننا ويراجعننا، واني يعني ولاو النساء نتاع مكة بعد ما خالطوا نساء الأنصار وشافوهم كيفاش عندهم قيمة وقدر ومكانة، ولاو كلمة بالكلمة مع الراجل، ولا هذيك لا وهذيك ما نعملش،
إلى آخره. وإني أمرت غلمانا لي ببعض الحاجة فقالت امرأتي بل اصنع كذا وكذا. يعني هو أمر الغلام نتاعو باش يقضي له قضية. يا أخي قتل مرته لا أعملها أنت ولا قدها أنت. يا أخي فقمت لها بقضيب فضربتها به. يعني ها شنو كان قاعد يصير في مجتمع مكة وشنية ثقافة المجتمع نتاع مكة، أنه المرأة رجلها ما يكلمهاش ويعتبرها خديمة ويشدها من ساقها بطريقة معناها مهينة جدا، ومعناها فوالا كيف هي ولا تتراجع فيه وتقول له لا واعمل انت وقد انت ومش معقول، يشد بار حديد ويضربها بها. هذا هو المجتمع المكي. نفس الحادثة هذه يرويها يعني ابن عباس. كنا في بيان سور على لسان عمر بن الخطاب، كنا في الجاهلية لا نعتد بالنساء ولا ندخلهن من شيء في أمورنا، فلما جاء الله عز وجل بالإسلام وأنزلهن الله تعالى حيث أنزلهن وجعل لهن حقا من غير أن يدخلن في شيء من أمورنا. يعني لهنا شوفوا كيفاش أنه أنساء في الجاهلية دونك الرجال كانوا لا يعتد لهن أمر، ما يهتموش بهم وما يدخلهمش في الأمور نتاعهم، لين ربي سبحانه هبط الإسلام ووقتها دونك ولات عندهم منزلة. أنزلهن الله تعالى حيث أنزلهن وجعل لهن حقا. معناها شوف كيفاش لهنا يقروا المسلمين أنه قبل الإسلام ما كانش عندهم حق، وبعد الإسلام النساء ولا عندهم حق. به أنا جاوبتك في فيديو سابق حول هذا الحديث، فهمت؟ يعني أنت أكيد بحثت في كل المصادر الإسلامية ولم تجد إلا عمر وحده هو اللي يتكلم في هذا الموضوع. خلينا نعرف شكون هو عمر. أنت أكيد تعرف شكون هو عمر. أول حاجة حبيت نقول لك معناتها مسألة مهمة جدا، هي أن في مكة فما عائلتين كبار نجم نقول، هما الهاشميين والأمويين، والباقي هي بطون صغيرة. أنا ذكرت لك شخصيات مهمة جدا كما خديجة، فهمت؟ كما مثلا أم قرفة، كما هند. يعني هذوما العائلتين الكبار جدا هما يمثلوا السواد الأعظم نتاع مكة، وهذم كانوا عندهم معاملة خاصة مع المرأة. وترجع للمصادر التاريخية وتشوف كيفاش كانت تعامل مع المرأة. أنت قلت لي هذيك طبقة معينة وأشخاص معينين وعندهم معناتها كما نقولوا سلطة. لا لا، مش المسألة كما تصور أنت، المسألة أعمق من هكاك. لأن ما دام المرأة عندها الرخصة باش يكون عندها سلطة وباش تمسك التجارة وباش يكون عندها رأي، يعني ما فما حد شيء قبل الإسلام يحرم ذلك. هذه مسألة معناتها تلاحظها كي تدرس التاريخ الإسلامي. أنا وقت جاوبتك وقلت لك أهل مكة ما يضربوش كما أهل المدينة، ما اعتمدتش على حديث واحد، أنا اعتمدت على مصادر عديدة كما قلت لك في الفيديوهات الأخرى، وخرجت باستنتاج. ورغم ذلك قلت لك اللي نساء المدينة أكثر ثقافة، بينما نساء مكة لا. فما معناتها كيما نقولوا احنا مناطق معينه فيها المراه عندها ثقافه، كيما مثلا بيت خديجه كان عباره على ندوه حوار ونقاش، يعني الطبقه المثقفه. اذا احنا نتكلم على مساله الضرب، وهاني باش نرجع لك على مساله الضرب. نرجع لعمر. عمر اول حاجه بغض النظر على انه لا هو من بني هاشم ولا من بني أمية، أي ليس من الأعيان اللي ينتمون إلى مكة، يعني مش من الشخصيات اللي عندها قرار كبير في مكة. عمر بن الخطاب معناتها لم تكن له أهمية إلا بعد الإسلام، صحيح،
فهمت؟ يعني القبيلة نتاعو أو العائلة نتاعو أو البطن نتاعو عندها نوعاً ما شوية سلطة. ولكن نرجعوا لشخصية عمر، خلينا معناتها من العائلة نتاعو. شخصية عمر قبل الإسلام معروف بالتهور، معروف بالعنف، معروف بكرهه للمرأة. وانت تعرف وقتها معناتها أخته دخلت في الإسلام كيفاش تعامل معاها وكيفاش ضربها. إذا أنت خذيت حالة معينة، يعني عبارة توا أنت تجي تاخذ حالة من تونس وتقول كل التوانسة هكاك، وتنسى الحالات الأخرى اللي ذكرتهم لك. علاش الصحابة الآخرين ما تكلموش؟ علاش كلهم يرويو عن عمر؟ وأنت تعرف اللي الحديث والتاريخ الإسلامي تكتب بعد 100 سنة و200 سنة، يعني ما تكتبش في الحال. عمر كان عنده كره ضد المرأة، حتى في المصادر الشيعية وفي الأحاديث الصحيحة تقول إن عمر كان يحب نكاح الدبر، وكان يلوط ويلاط به، وهذا مش غريب راه، على خاطر الباندية بصفة عامة حتى في تونس تلقاهم عندهم اتجاهات جنسية غريبة. يعني هذا معناتها أنا مانيش معناتها نحكي من راسي، أما من مصادر موجودة تعتبر صحيحة عند مذاهب أخرى إسلامية. وعمر بحد ذاته كانت عنده شخصية قوية جدا، حتى إن يعني دخل قداش من مرة باش يأثر على محمد، خاصة في أمور النساء. أرجع للتاريخ وشوف تأثير عمر على محمد. عمر وقت مسك الخلافة يعني منع المسلم الغير عربي أن يتزوج بالعربية، وهذا يخالف الإسلام. راهو مسألة عمر مسألة كبيرة جدا. لو ترجع للتاريخ وتدرس شخصية عمر اللي معناتها وقت مات محمد أنكر موت محمد، وقال من قال محمد قد مات أقطع عنا رأسه. علاش؟ على خاطر يستنى في أبو بكر اللي خرج مع جيش أسامة حتى يعود، قبل ما يقعدوا في السقيفة وينتخبوا خليفة لمحمد. ومحمد بقى ملوح تقريبا 3 أيام معناتها قبل ما يتم دفنه، حتى جاء أبو بكر وتخلى مع عمر للسقيفة وقال من كان يعبد محمد فمحمد قد مات، ومن كان يعبد الله فالله حي لا يموت. يا أخي عمر إيش قال؟ قال إني أول مرة أسمعها، وبايع أبو بكر وتكلم يعني على أساس شورى. وكما قال علي من بعد لقد بايعه لكي يعيدها إليه. وبالفعل أبو بكر اللي انتخب زعما بالشورى عد الخلافة العمر عطاها له. إذا هذه الشخصية بتاع عمر معروف بكرهها للمرأة، معروف بتهوره بعنفه، معناتها بتدخله، حتى إنه بدل معناتها أشياء في الإسلام نفسه في عهد محمد وبعد محمد. كان عمر إنسان باندي. هذه معناتها مسألة لازم تعرفها ويعرفوها المشاهدين اللي يتبعوا فيك. راهو شخصية عمر شخصية معناتها غير مستقرة، لا يمكن أن نعتمد عليها للحكم على كل نساء مكة. هذه معناتها مسألة نقطة جدا مهمة لازمك تنتبه لها. خلينا نواصلوا الكلام بتاعك. ولهنا انا بجست باش نسالك يعني سؤال، معناها انت قلت انه حبيبه زوجة سعد بن الربيع مشيت مع ابوها باش تشكي من رجلها اللي هو ضربها الكف. انا هنا باش نقول لك حاجه، لو كان جاي مجتمع المدينه هو مجتمع يحترم المرأة ويقدر المرأة، هل من المعقول؟ بالعكس، معناه كان مجتمع المدينة يحتقر المرأة ويهين المرأة ويسيء معاملة المرأة على خاطرهم كانوا متأثرين باليهود اللي هما يحتقروا المرأة،
لو كان جاء مجتمع المدينة كما هكا يحتقر ياسر المرأة، هل أنه مرت حبيبة هذه مرت سعد تتغشش كيف رجلها يضربها بكفة، بما أنه هي مستأنسة بالإهانة والمجتمع الكل يحتقر المرأة؟ نورمال ما كان يضربها بكفة ولا راهي ما تغشش، هذه حاجة الأولى. حاجة ثانية، تمشي تشكي لبوها، لو كان جات معناها بالمجد هي معناها تعرف اللي بوها يحتقر المرأة، ما تمشيش تشكيل. وثالث حاجة، البو هل أنه يمشي للرسول ويشكي بزوج بنته؟ يعني لو كان جاء هو البو هذا عايش في مجتمع ذكوري ويحتقر المرأة وما يهموش بالمرأة، ولا راهو كي تجي بنته تقول له يا بابا راهو راجلي ضربني واحد، يقول لك هاو هذاك هو الموجود راجلك يضربك وكهو احنا هكاك نعيشوا معناه، وهذيك هي العقلية. دونك هذه حاجة اللي تظهر معناها انه الكلام اللي انت قلته يعني فوالا ماهوش هو الصحيح. وانا كيف نشوف الروايات هذه معناها ما نظنش انه عمر بن الخطاب عنده يعني مصلحة انه هو يقلب الحقائق ويبدل انه يرد المجتمع المكي هو اللي يحتقر المرأة، ويبدل يرد المجتمع المدينة اللي هو يعامل المرأة معاملة طيبة. يعني ما فماش مصلحة فيها الحكاية كما هكا انه باش يكذب ولا باش يقلب الحقائق. بون، من ناحية اخرى يعني سي عصام، أنا باش نوضح لك نقطتين مهمين. النقطة الأولى أن الضرب في جهة والاعتراض عن الضرب في جهة أخرى. أهل مكة كانوا لا يلجؤون كثير لضرب المرأة، وحتى كانوا وقع يمكن ضرب، فهمت؟ يعني المرأة متاع مكة أقل ثقافة وأقل وعي، خاصة في الطبقات الدنيا، ومنها الطبقة متاع عمر، فهمت؟ اللي فما الفكر الرجولي والفكر اللي يقهر المرأة. عمر ما قلت لكش أنا يكذب 100%، خاطر ما فماش حاجة كذب 100%، وإنما يعبر عن رأيه وعن الطبقة اللي هو فيها، بينما عمر لا يمثل الأغلبية، لأن كما قلت لك معناتها مكة الأغلبية هما بنو هاشم وبنو أمية، وهؤلاء كانوا يحترمون المرأة، وأرجع للتاريخ. أما مسألة حبيبة وتضربها رجلها، يعني تسكت؟ لا ما تسكتش. أهل المدينة ما يسكتوش بصفة عامة، إذن هي اعترضت على الضرب، ولكن لا يعني أن الضرب مش موجود. وخاصة لازم تعرف حاجة، عندما جاء محمد إلى المدينة ياسر أشخاص وخاصة النساء يعرفوا العادات والتقاليد بتاع محمد وبتاع أهل مكة، يعرفوها، وهما بصفتهم ذكياء يقول لك مادام في مكة ما فماش ضرب، ومادام احنا توا مسلمين، إذا أنا أغتنم الفرصة ونمشي البابا ونمشي نشكي لمحمد. وهذا طول تشوفوا في بقية الفيديو علاش محمد معناتها عفويا قال القصاص، فهمت؟ وطول نفسر هالك في آخر الفيديو وقتها تتكلم أنت على الموضوع هذا. إذن لازمك تفرق من بين الضرب كفعل والاعتراض عليه. أنا متفق معاك، متفق معاك إن نساء المدينة أكثر جرأة وأكثر وعي وأكثر ثقافة بسبب اختلاطهم مع اليهود، واليهود تعرفهم يعني عندهم معلومات وعندهم عادات وعندهم تقاليد، ولكن وقت جاء محمد إلى المدينة تغيرت الأوضاع شوية، خاصة عند المسلمين، خاطر وقتها بداية تبنى الإسلام، ومحمد أتأثر ياسر باليهود من أجل كسبهم ومن أجل كسب الأنصار اللي متأثرين باليهودية. إذن تصرف معناتها حبيبة هو تصرف عادي جدا. أنا عمري ما قلت إن يضربها وتسكت، عمري ما قلت يضربها وتسكت، لا. أما عملية الضرب موجودة في الديانة اليهودية،
وارجع القوانين نتاع المراه فهمت في الديانه اليهوديه تو تشوف مشابهه للاسلام. حتى مساله النقاب كان اليهود ينقبوا النساء نتاعهم خاصه في المدينه. هنا حبيت نزيد نقول لك نقطه اخرى. انت خمم بمخك، مكه هي ام القرى وهي مدينه مهمه اقتصاديه ومدينه سياحيه ومدينه دينيه لكل الاعراب وممر تجاره. اي لو تو نقارنوها لازم تفهم حاجه في التاريخ، لا يقرا التاريخ هكذا، يجب ان يقارن بالحاضر. ناخذ مدينه سوسه، سوسه مدينه سياحيه، هل المراه في سوسه اكثر احترام من مدينه القيروان ام لا؟ المدينه يثرب كانت عباره على مدينه داخليه او مدينه يعني كما نقولوا احنا ماهيش سياحيه، ما كانتش مهمه يثرب كما مكه. مكه هي ملتقى كارفور، ملتقى كل القوافل ويجوها من كل جهه، اذا اكثر تطور واكثر حريه، بينما المدينه لا، كانت نوعا ما مدينه منغلقه تقليديه. صحيح فهمت اليهود اللي فيها هما اللي خلاوها مهمه وخلا نساء الاوس والخزرج اكثر وعي والانصار اكثر وعي نتيجه احتكاكهم باليهود. اذا المدينه ومكه كما نقولوا احنا سوسه والقروان او سوسه ومدينه اخرى، يعني مدينه نجم نقولوا بعيده على التقاء الشعوب. وبالمنطق المرأة في المدينة الكبيرة أكثر حرية من المدينة الصغيرة والمنعزلة. بهذا فقط نجم تحكم على وضع المرأة بين مكة والمدينة. وترجع الكثير من المؤرخين، حتى فما هناك مؤرخة سعودية معناتها عندي هوني معناتها دراسة كاملة حول المسألة واختلاف مكانة المرأة حسب المستوى الاجتماعي التي تنتمي إليه وعلى حسب القبيلة، وكانت كل قبيلة عندها القوانين متاعها الخاصة في كل المجالات فهمت. ويذهب البعض إن المرأة كانت أكثر تحرر قبل الإسلام في جميع الجزيرة العربية، وتعتبر مؤرخة سعودية هانون الفاسي إن حقوق المرأة العربية تضرب بجذورها في عمق التاريخ وتستعين بأدلة من الحضارة النبطية القديمة الموجودة في الجزيرة العربية. ويقول أحد الكتاب اللي درس هذه المسألة إن وضع المرأة تدهور مع دخول العادات اليونانية الرومانية فهمت، واللي الإسلام أخذ منها وخاصة انتقال اليهود إلى المدينة. هذا مؤرخين، هذا مش حديث عمر، نقول لك في مؤرخين. و يقولون ويختلف وضع المرأة على نطاق واسع في الجزيرة العربية قبل الإسلام من مكان لآخر. طبعا أنا ما نحبش ندخل لك في التفاصيل، أما يتكلموا على المرأة في الحروب فهمت، المرأة في الطبقات الأشراف والأغنياء، المرأة في الأدب، المرأة في المنزل، ويقولوا في الأخر إن المرأة العامية البدوية يعني التي موجودة في مكة، خلينا نحكي على مكة وفي بعض البطون، كانت عبارة على خادمة، وهذا يختلف كليا على وضع المرأة في بقية البطون الأخرى الكبيرة والطبقات الراقية. إذا عمر ما نقولش يكذب، خلينا ما نقولوش يكذب، وإنما عبر على وجهة نظره وعلى المكان أو العادات والتقاليد اللي تخصه هو والمنطقة متاعه، يعني هو كبطن من بطون قريش لا أكثر ولا أقل. إذا حبيبة عندما اعترضت، معناتها باش نزيدوا نلخصوا المسألة، أول حاجة الاعتراض عادي عند أهل المدينة، وكانوا ديما يمشوا يسألوا محمد، ديما يمشوا يسألوا
وثاني شيء اغتنموا فرصة أن محمد جاي من مكة وعنده نظرة أخرى عن المرأة وحبت تاخذ الحقوق بتاعها. فهمت؟ ونواصلوا الكلمة بتاعك ونشوفوا شنو تقول. أنا باش أسألك سؤال، لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان من نوع اللي يهين المرأة ويحتقر المرأة، تتخيل أنت أنه زعما كيف يجيه أبو حبيبة ويقول له راو بنتي تزربت، يكون زعما أول رفليكس للرسول أنه يقول القصاص؟ ما هو كان جا هو يحتقر المرأة الرسول، ولا راهو كيف يجي البو ويشكي، ولا راهو يجي للرسول البو يقول له اسمع هذاك هو راهو بنتك معناها راجل عطاها كف، ايش عندنا باش نعملوا لها؟ ما هو راجلها ويلزمها تسمع كلامه وذاك هو الموجود. لو فات انه الرسول قال له باه ناخذ القصاص كقرار اولي معناه، هذا على شنو يدل؟ هذا يدل ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو جامع المرأة وجاي ضد الراجل ومرضاش انه الراجل يعني يضرب مرته. يعني هذا دليل اخر يظهر انه الاسلام يعني يقدر المرأة ويعطي قيمة للمرأة. هذا هو اللي حبيت نقوله. على العموم نتمنى انه نكون ما طولتش عليكم، ومعناها حبيت نحكي على جزء من الاسئله اللي هو قالهم لي، حبيت نرد عليهم، وان شاء الله المره الجايه نزيد نكمل نجاوب على بقيه الاسئله. نشكركم والى اللقاء. بسلام. يا سي عصام، ردك الاخير على الجزء الاول من الرد فند كل الكلام الذي قلت. أطعم فهمك علاش. في الحقيقة أنا اعتمدت على هذا الحديث، خلينا من التاريخ اللي قريته، خلينا من المصادر السنية والمصادر الشيعية وكل التواريخ تاع المستشرقين والباحثين والمؤرخين اللي أكدوا أن مجتمع مكة كان أكثر حرية وأكثر احترام للمرأة. ناخذ كان هذا الحديث وتصرف محمد العفوي وقت جاء وقالوا له مباشرة قال القصاص، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن طبيعة محمد العفوية هو أنه يحترم المرأة. والدليل أن كل الآيات اللي تكلمت على المرأة في مكة تحترم المرأة. وقتاش محمد ولا ما عادش يحترم المرأة؟ عندما انتقل إلى المدينة. وانت تعرف إن إسلام مكة مش إسلام المدينة. إسلام مكة ما فيهش عنف، ما فيهش حرب، في احترام للآخر. فمن شاء فليؤمن، من شاء فليكفر، قل يا أيها الكافرون، رغم اللي معناتها فما تفسير للعلماء لهذه الآيات وهذه الصور. خلينا منها ناخذ ظاهر الكلام. محمد في مكة ما تزوجش على خديجة، محمد في مكة يحترم خديجة. الآيات اللي تتكلم على الحب اتجاه المرأة واحترام المرأة موجودة في مكة. هذا هو المجتمع المكي. ولكن محمد عندما انتقل إلى المدينة ولا تعدد الزوجات وزواج الصغيرات واضربوهن ونصف الأرث وغيرها من الأمور. إذن إجابة محمد كانت تعبر على طبيعة محمد وعلى طبيعة أهل مكة. أما الحديث متاع عمر الذي استدليت به واعتبرته دليل على أن أهل مكة كانوا يهينون المرأة، فهو رأي عمر والطبقة اللي جاء منها. إذن هل تصدق عمر وتعمم ذلك على كل مكة، أم تصدق محمد اللي قال القصاص؟
يعني فكر شوية، هذا الرأي بتاع محمد الأول القصاص يدل على أن المنبع اللي تبناه فيه محمد الأول كان يحترم المرأة، ولكن نتيجة انتقاله للمدينة، وأكيد يعني وقع تأثيرات عليه، ويمكن كان عمر بجنبه، يمكن كان عمر بجنبه قالوا كيفاش تقول القصاص يا سي محمد، فهمت؟ كيفاش واضربوهن، شنو اللعب هذا، تقول القصاص تحب تعمل لنا مشكل مع اليهود وتعمل لنا مشكل مع فهمت الأنصار. يا أخي محمد طبعا تحت ضغوطات بدل رأي. إذا أنا بالنسبة لي هذه الآية هي آية خاصة بحبيبة وأسباب النزول متاعها، وهي آية سياسية لا تتجاوز ذلك الوقت، بل لا تتجاوز ذلك الشخص وعقلية الناس اللي يحملوا هذه العقلية كيما عمر والتفكير الرجولي المتخلف. خليني نسألك سؤال، ما دام كنت سألتني قداش من سؤال، لو في الوقت الحاضر جيت أنا وياك، أنت قلت رأيك كيفاش تتعامل مع المرأة في حالة نشوز، أنت جيت تقول لهم بإسلامك الحداثي المتطور الباهي اللي أول وبدل ودخل وقال أن الضرب يكون بقلم ولا بعود سواك، فهمت؟ ورأيي أنا كإنسان موجود غير مسلم، نقول لك كي المرأة تعمل نشوز طلق، حاول باش تتفاهم معاها، ما تفاهمتش طلق، فهمت؟ ونترجم كلامك وكلامي لكل لغات العالم، حتى للقبائل البدائية في وسط إفريقيا وأستراليا، نقول لهم هذا الإنسان يقول لك وهجرهم في المضاجع، كلمهم أهجرهم في المضاجع ومن بعد أضربهم بعود سواك. ومن بين رأيي أنا نقول لك كي هي تعمل نشوز أحكي معاها، حاول باش تلقى حل، دخل جماعة ما لقيتوش حتى حل طلق. أما لا يحق لك أن ترفع يدك عليها، بل لا يحق لك أن تصيح عليها ولا تهينها ولا تذلها ولا تعمل لها أي شيء، بل ليس المرأة فقط وإنما أي إنسان آخر، ما اتفقتش معاه امشي على روحك. وقل لي شنو يقول، هل على حسب العصر متاعنا توا والتطور والوعي وقيمة الإنسان كإنسان، هل يقتنعوا برأيك أم يقتنعوا برأيي؟ هذا هو لب الموضوع يا عصام، هذا هو لب الموضوع. نحينا من الحديث ونحينا من كل شيء، أنا وياك بشر توا، أنا كيفاش نتعامل مع المرأة وأنت كيفاش تتعامل مع المرأة، أنا كيفاش أدعو للتعامل مع المرأة وكيفاش أنت تدعو للتعامل مع المرأة. إذا نفكر في هذه النقطة، هل من المعقول رب يقول واضربوهن ولو حتى بقلم؟ هل من المعقول رب يقول صيح عليهم وعيط عليهم وهز يدك عليهم وخوفوهم وارهبوهم؟ غير معقول، لو كان رب موجود مستحيل يقول هذا الكلام. إذن هذه الآية لا تعتبر فهمت لا إلهية ولا ربانية ولا حتى إنسانية. وحطها في بالك، هوني نقطة مهمة، راهو طبيعة الإنسان هي نفسها، حتى حد ما يحب الضرب، لا الآن لا قبل 10,000 سنة، حتى الحيوان ما يحبش الضرب وما يحبش الإهانة وما يحبش الذل. قبل 10,000 سنة تصيح على حيوان، على قط، على كلب يكرهك. إذا ما فهمش تغيير في الطبيعة البشرية أو الطبيعة الفطرية، حتى حد ما يحب الذل. إذا ليس مبرر يا أخي، ليس مبرر، وليس معناتها إنساني أنك تدعو للضرب
بعود السواك ولا حتى هزن اليد. أخي عصام أنا أشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار، وأرجو معناتها في الرد متاعك المقبل تركز لي على مسألة الضرب فقط فقط، خلينا من الأمور الجانبية نجم نحل فيها مواضيع أخرى. الهدف متاعي أنا هوني في الفيديوهات هذه هي المسلم اليوم هل يحق له أن يهز يده على امرأة ولا يهينها مهما كان؟ هذا هو موضوعنا، وشكرا وشكرا للمتابعين، وشكرا للتوزيع، وشكرا للتشجيع، ومع فيديو قادم وبسلامة.